حضورنا الكريم اسمحوا لي أن أطلب منكم الوقوف الآن احتراماً وتجليلاً وتقديراً لمكرمنا التالي، اسم كبير في عالم الفن والتلحين وصلت شهرته إلى العالمية، ليكرم في بريطانيا بقاعة الملكة إليزابيث بصفته أشهر عازف في العود في العالم. نعم إنه عربي، وحصوله على جوائز من المعهد العالي للموسيقى العربية. Presenting the next award, please welcome on stage the one and only Balqis and Jamil Dahir. أهلا ببلقيس، أهلا بالنجمة بنت القدير النجم. معقولة بلقيس تحتاجي ورقة حتى تعرفي عن لا. أحمد فتحي؟ لا والله، أنا من أول ما خبروني إنه أنا راح أقدم جائزة والدي وأنا في حالة توتر. لا لا، يعني أصعب وأكثر لحظة ممكن أي شخص يتوتر لما عارف إنه أبوه شخص عظيم وناجح في الشيء اللي هو عمله ويطلب منه انه يقدم والده. بس انا فكيف احساسي انا انه انا حاسس حالي مكرم واقف مع بلقيس، والتكريم لفنان مميز حقيقه حمل اسم بلده اينما ذهب، وبالاضافه الى ذلك يعني زاد من علومه الموسيقيه بعد ما عمل دراسات الى علاقه بالمدرسه المصريه الى المدرسه اليمنيه الغنيه جدا بالموسيقى. نحن في حضرة الفنان أحمد فتحي. Fatih, the legendary oud player and musician of the Arab world. He discovered his profound love to his oud at a young age and used his unprecedented talent to dominate the music industry. Ahmed Fateh played in almost every major city in the world, from festivals to concerts to operettas. Having a doctorate course given about his music in Cairo University, Ahmed Fateh composed songs to some of the greatest artists in the Arab world. Diafa honors Ahmed Fateh. Balqis, شو تعلمتي من بيك؟ والله أنا مش محضرة كلام، بس أنا أقدر أقول أنا إيش أحس الآن. شجرتي التي لن تذبل ولن تموت، بين كل خط وخط من وجهه عشنا نعيما أنا وإخوتي. أنا فخورة وسعيدة جدا أنه أحمل اسم أحمد فتحي، اسمي بلقيس أحمد فتحي طبعا، ووالدي بصم في حياتي بصمة يعني أعتقد أنها باينة في فني. شكلي وجهي يشبه والدي، وصوتي وكل رنة من 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 عرب صوتي أعتقد أنها تشبه رنات عود والدي. وأنا سعيدة جدا بهذا التكريم، شكرا لدكتور ميشيل ظاهر، شكرا لكل القائمين على هذا التكريم. طمعانين بكلمة من حضرتك. مساء الخير للحضور جميعا. أنا شاكر ومقدر هذا التكريم، أشكر دبي، أشكر الدكتور ميشيل، أشكر هذا الحضور الكريم، وأرجو أن يكون هذا التكريم دافعا لأعمال مستقبلية تسعدكم وترضيكم. أحمد فتحي. Congratulations. ألف ألف مبروك، ونحن أكيد طمعانين أن نسمع منك شيء. أكيد حضورك المميز لازم نستغله. ما علي، بس عطني التروفي والشباب يجهزوا لك. إذا نحن بنستمتع أكيد في خلينا نقول أداء مميز للعبقري العظيم أحمد فتحي مباشرة على المسرح. من فترة ما سمعنا شيء منه، واليوم هو الوقت المناسب بأن
يتحفنا بأصالة فنه وعظيم عطائه. Ladies and gentlemen, the legendary Ahmed Fathi. Thank you.